سجلنا تطور ملحوظ لتقدم نسبة الأشغال على مستوى المركب الأولمبي منذ الزيارة الأخيرة التي قمنا بها إلى هذه الولاية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ قرارات وإصدار تعليمات صارمة بضرورة التقيد بأجال التسليم التي التزمت بها المؤسسة المكلفة بالإنجاز كما يلي: 31 مارس 2021 فيما يخص ملعب كرة القدم، 31 ماي 2021 فيما يخص مضمار ألعاب القوى الذي سيحتضن البطولة الإفريقية لألعاب القوى في شهر جوان المقبل، 30 جوان 2021 فيما يخص القرية المتوسطية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اقتناء كل التجهيزات الخاصة بالقرية المتوسطية، و 30 سبتمبر 2021 كأقصى أجل لاستلام المركب المائي والقاعة المتعددة الرياضات.